الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور معاشر المسلمين والمسلمات بنون 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 sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ya sa'adat man qama min manami walladhi dhi ahla وذكر الله بقلبه ولسانه وقال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جاء
وعن بابك فلا تقردنا يا واسع المغفرة يا برحمتك الواسعة بجاهك يا الله بجاه سيدنا محمد بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بجاه سيدنا كرم الله